أوقاتكم. حكينا بالدرس الماضي عن أسماء المدرج الموسيقي، الخطوط والفراغات. اليوم رح ناخذ تموضوع العلامات الموسيقية على هذا المدرج الموسيقي وننتقل سوا للدرس. قلنا إنه السلم الموسيقي بالمرة الماضية إنه بيتألف من 5 خطوط وأربع فراغات، وكل فراغ له اسم وكل خط له اسم. هلأ نحن بدنا ناخد تموضع العلامة الموسيقية على الخط. هل مفتاح صول ننسى دائما. هلأ عنا نحن هاي أول علامة نحن حكينا بتكون على أول خط وبتكون اسمها علامة مي. إذن هاي العلامة مي. العلامة الثانية منشوف نحن كنا قايلين عنها اللي هي الفا. العلامة الثالثة بتوقع على الخط نفس مفتاح الصول، لذلك سمي مفتاح صول لأنه بناخذ العلامة من عند الخط اللي بتوقع عليه علامة صول. بالفراغ في عنا شو حكينا؟ علامة لا. إذن مي فا صول لا عالخط بتكون علامة سي. بعد علامة سي عنا بالفراغ تماما اللي هي علامة دو. على الخط مثل ما حكينا على خط الري بتكون في عنا علامة ري. وعنا بالفراغ علامة المي. ضل عنا خط واحد اللي هو عليه علامة فا. إذا نحن عنا هلا مي فا صول لا سي دو ري مي فا. هلا نحن عم نحكيهم حكي عادي، ما عم نعطيهم أزمنة للعلامات، عم نقرأهم قراءة عادية. أثناء القراءة بدها تختلف مع نحن حكينا إنه بنقرأ السلم الموسيقي من اليمين من الشمال إلى اليمين أو من اليسار إلى اليمين ومن الأسفل إلى الأعلى. فكيف بدنا نقرأهم؟ نقول منلاحظ في طبقة واطية، طبقة متوسطة، طبقة عالية، العالي بسموها جواب، المتوسطة في عنا القرار. هلأ منقول مي فا صول لا سي دو ري مي فا. وصلت للطبقة العالية، برجع فيها فا مي ري دو سي لا صول فا مي. لاحظتوا انه طلعت على العالي ونزلت في نزول. فنحن دائما نلاحظ نقول مي مي هون عالي مي مي فا فا. هلا في اشكال للنوطه وكل علامه بتنتمي لقيمه زمنيه رح ناخذهم بالدروس القادمه. لهيك لازم نحن نتعلم قراءه النوطه الموسيقيه وتموضع على العلامه. لهون بدي لكم انتهى اليوم درسنا، وبتمنى منكم تبقوا بالبيت حفاظا على نفسنا وعائلاتنا وعلى الآخرين، وربي يحمي الوطن وجميع الأوطان. ومساء الخير إن كنتوا المساء، وصباح الخير إن كنتوا صباح، ويسعد كل أوقاتكم.